جميع مشاهدي صوت بيروت انترناشونال واهلا وسهلا فيكم بميشو عالسماع اليوم انا معكم على السمع لمده ساعه من الوقت مباشره على الهواء تاخرنا عليكم حوالي الخمس دقائق لنطلع لانه كان في عنا هيك شباب كانوا عم بحضروا الموسيقى لانه بدنا نرحب فيهم اول شيء بنرحب ب على الكونجا بنرحب بالي عائيه على الجيتار كمان الي على بي بالي على الاورج كان بدنا الي بس طلع معنا روي اهلا وسهلا بروي فاذا مشاهدينا رح نرفقكم لمده ساعه من الوقت مباشره على الهواء مثل العادي على ارقام التليفونات 04 44 30 20 ببدايه الحلقه اليوم بدي ارجع اوضح شغله جديده انه هيدا رقم التلفون بيستقبل عده ارقام عده اتصالات منشان هيك في ناس عم بدقوا عم يعطي مشغول منشان هيك في ناس عم بدقوا بيعلق معه الخط بينطروا وما بياخذوه لانه بيكونوا ديجام جاهزين اتصالين تلاتة ليفوتوا معنا على الهواء بدي اقول للمشاهدين ايضا مع بدايه مع طبعا عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحيه اللي بتعتمد التقويم الغربي، بدي اتوجه لجميع المشاهدين ولكم كل عام وانتم بالف خير وان شاء الله فصح مجيد للجميع وان شاء الله قيامه لبنان والحكومه اللبنانيه مع انه يعني عم نجرب نتفائل قد ما فينا بس يعني للاسف مش عم نقدر كثير نتفائل بس ان شاء الله هيك نرجع نشوف حكومه ونرجع نشوف لبنان الى حد ما مزدهر ويرجعوا الناس ينبسطوا لانه بتمشوا على الطروق على الطريق بتروحوا على السوبر ماركت بنشوف الناس كلهم هيك يعني في زعل. نحن هدفنا ببرنامج ميشو على السماع انه نكون معكم على الهوى نلعب نحن وياكم مباشره ونجرب كمان آه نربح المشاهدين لانه بهالاوضاع الصعبه الاقتصاديه نجرب انه نربح من هيك بحلقه اليوم مثل الحلقه ما قبل الاخيره بنقول قول الو ربحت مجرد ما يعلق معكم الخط وتقولوا الو بقول ربحتوا هلا شو ممكن تربحوا كله جوائز نقديه بتنقوا آه صوره من الصور ال16 الموجوده على التابلو صرتوا تعرفون طبعا الكاريكاتور بيطلع لكم السؤال مع قيمة المبلغ يلي بتربحوه اذا إجابة صحيحة، إذا إجابة خاطئة بتربحوا نص القيمة، يعني إذا 400 ألف بتربحوا 200 ألف، إذا 500 ألف بتربحوا 250 ألف، إذا 325 ألف قديه بيطلعوا؟ نصهم شباب؟ 100 أكثر 116 116 قول ألو هيدا جود على الكاميرا بده يربح معنا وما راح يربح فاذا الان التليفونات 0444 30 20 مباشره على الهواء راح نبلش احنا وياكم واكيد التابلو الموجود معكم رح تشوفوه على الشاشه الكاريكاتورات كلها وبدي اقول كمان انه عم نطلع لايف على الانستغرام الخاص في ميشو دوت شو بهي الحلقه كمان فيكم تتابعوني على ميشو دوت شو الانستغرام الخاص فيي وتتصلوا على 44 30 20 الكاريكاتورات بعد ما بينوا يلي عملنا اياهم الفنان طبعا رواد محمد هودي الصور اللي عم بتشوفوهم قدامكم على الشاشه بتنقوا صوره بيناتهم بيطلع الخانه بيطلع عنا قيمة السؤال بالإضافة إلى شو هو السؤال ممكن يكون سؤال مصور فيديو ممكن يكون سؤال شفهي ممكن يكون غنية موسيقى من عند الشباب كله جاهز بس قول ألو شو بقلكون؟ بحث أيوة ومنبلش بأول اتصال بحلقة اليوم ألو ألو, الو 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 مرحبا قولي الو قولي الو الو ربحتي الو مرحبا مرحبتين يا هلا اهلا وسهلا فيكي مين معنا المسيح قام حقا قام اهلا وسهلا فيكي ينعاد عليكي فصح مجيد لك ولكل المشاهدين ولكل الطوائف المسيحيه اللي بتعتمد التقويم الغربي وبعد شهر في عنا الشرقي يعني إيه على امل أنا. كمان يجمعوهم مع, أنا مع أنا بعض يعني انا الشرقي اه انت روم؟ ايه صح قول الو انا ربحت خسرت لا عم بمزح عم بمزح اكيد ما رح تفسرني. اكيد اكيد مين معي؟ نحن نحن بالبرنامج كل الطوائف كل المذاهب عم نرجع نجرب نحن يعني املنا بهالبرنامج اول شيء مثل ما قلنا نرجع البسمة على وجوه المشاهدين نربح الناس بهالوضع الاقتصادي الصعب بالإضافة إلى جرب نجرب نجمع اللبنانيين من كل المناطق كل الطوايف كل المذاهب حيش بقى مختلفين وكل واحد مثل ما بده اسمك الاسم الكريم اسمك العائلة روادي. هاريات روادي هاريات روادي ويه؟ من وين من أي منطقة من الأشرفية من الأشرفية على وزارة فيك يا هاريات رقم السجل أشرفية كمان ايه لعنة السجن ايوة حفظتها بدك اياه مش حفظتيها؟ بلا حفظته قد ايه؟ 423 400 ألف ليرة بانتظارك، أوكي؟ أوه، <applause> هلا طبتين. أول شيء قولي ألو ألو ربحتي نصهم، هيدي 200 ألف ليرة صاروا إلك، هيدي تقليعة طبتين. طبتين. أوكي؟ طبتين. يلا بنروح على الصورة، أي صورة بدك اياها اريت؟ عندك إيه... ميشو بالإذاعة، باتمان بدك بالسيارة بدك ميشو بالسيارة بالسياره بس اه هيدي رايح يعمل اوف رود صح ثاني وحده يعني يلا يعني مي... بالسياره بالسياره بالطياره اه تحت <applause> على الاخر انا بس اه هيدي اوكي هيدي بحب الصوره على فكره ثانك يو كمان لرواد محمد اللي رسم لنا هالصور من له تحيه فاذا هلا هي الجائزه 350 الف بس لانه انا قلت لك 400 الف حسب السجل تبعك رح نضل على 400 الف اوكي ميرسي <applause> ميرسي هيدي كمان ولانك روم مع انه انا مرونة عم نرجع نزبطها اوكي اريت انتوا مين انتوا مين عم تحضرينا؟ انا وجوزي وابني مرحبا جوزة بقول لك مرحبا بقول لك عايز عليك. وعليكم ان شاء الله وابنك كمان مرحبا ابنا مرحبا هيدا ابنك؟ ايه <applause> <applause> من صوته مبين هو يعني هو جوزك مبين من صوته انه البي إيه... إيه... <Australian> مرحبا ابنك إيه... مرحبا فكرت انا بده يطلع إيه... شي إيه واحد مرحبا هيك شي صغير مثلا قد ايه عمره؟ ما في عندي صغار ما في عندي صغار ما في عندك صغار كله كبار بس مع انه مبين كلكم اصواتكم هيك يعني صغار ايه صغار مضبوط مجوز صغيره ايه مضبوط مجوز صغيره شو اسمه جوزك؟ جوزيف جوزيف اخذك صغيره اخذك صغيره صح <تصفيق> <تصفيق> يلا <applause> اريد رح نروح على سؤال اوكي من برنامج صوت الناس اللي يعرض على صوت بيروت انترناشونال اوكي <applause> رح نشوف حوالي 30 ثانيه او 28 ثانيه كان الضيف عبر عبر الزوم البروفيسور فيليب سالم عم يحكي عن الكورونا أوكي. أوكي. مع طبعا الزميل ماريو عبود بدي اياك تركز كتير منيح على الحكي اللي عم بصير على الضيوف الموجودين مع ماريو على الثياب الملبوس على الديكور على الاضاءه على الصوت على كل شيء 30 ثانيه اريت وجوزيف بس وابنون إلك انا برايي العلاج طبعا العلاج الاساسي هو اللقاح ولكن تنوصل لللقاح عند النصائح اللي اعطيتها بالاول وعندي النصيحة إنه هالإجراءات الوقائية اللي نحن بنبشر فيها اللي هي غسل اليدين والكمامة والتباعد الجسدي وأهمهم على الإطلاق هو تجنب التواجد في التجمعات لأنه هالموضوع شوي بيختلف عن التباعد الجسدي أريت مرتوا لجوزاف وأمها لا شو اسمه ابن ألي. إلي إلي كمان، صاروا ثلاثة إلي عنا اثنين إلي بالستوديو ولا أو عنا مصورين ثلاثة أربعة إلي كمان كمان. كمان بس أكثر منه هون اه سلمي لنا عليه كثير، بيرجع بيحضرها للحلقة، لكل اللي مش عم يحضرونا لايف فيكم ترجعوا تحضروا للحلقة على طبعا الفيسبوك الخاص ببيروت سيتي وثوث بيروت انترناشونال، وأريت سؤال بقلك من بعد ما شفنا بروفيسور سالم عم يحكي عن الكورونا، بدك تعددي أربع إجراءات وقاية من فيروس الكورونا، يلي حافظينهم يعني صرنا نحن ومغمضين عيونا ومغمضين عينينا، شو؟ عندنا الكمامة الكمامة هل... هاي اول 100000 سانيتايزر السانيت تنظيف الايدين ثاني وحده 200000 والكفوف وال <applause> والكفوف <applause> <applause> الصفوف الكفوف <applause> ما فكرت الصفوف انا قلت شو خص الصفوف انت <applause> <applause> الكفوف ما هيدي خاصه بالايدين زيت الشيء في عندنا ال هيدا شو؟ شو؟ والطعم. الطعم حلو اللقاح بعد وحده والتباعد الاجتماعي التباعد الاجتماعي ايوه ايوه شباب روح ايوه أريت ايوه أريت 400 ألف ليرة 400 ألف ليرة صاروا أريت أريت وجوزيف وإيلي وروبير 400 ألف ليرة صاروا لمين؟ لمين؟ أريت <applause> 400 ألف <000. تصفيق> ماشي الزلغطة ماشي ز... ماشي الزلغطة أريت مبروك لألك 400 ألف ليرة سارو ألك أوكي وين أريت؟ آه شبقت الـ 400 ألف خلص ما بدي أصرف بقى units آه لا بعدها معي أريت؟ آلو؟ اوكي راحت اريات بنقول لك مبروك لك اريات 400 الف ليره مكملين احنا وياكم مع مزيد من الاتصالات بنجرب ناخذ اكثر اتصالات وهذا اتصال جديد وهيدي الو 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 بوسمر بوسمرين كيف صحة؟ مسيح قام حقا قام اهلا وسهلا فيكي فصح مجيد ان شاء الله مين مين معي؟ معك كلودين كلودين من وين يا كلودين وكلودين شو؟ كلو... زخور من الحزمية كلودين زخور من الحزمية أهلا وسهلا فيك يا إيه كلودين لوحدك عم تحضري إيه ولا مع حدا ولا شو لا لوحدة. لوحدك لوحدك قطع الخط لا لا أوكي كلودين بدنا نروح دغري مباشرة على التابلو أوكي لا. أي صورة بدك بيتنا... يا كلودين عنا الطيارة راحت أه قلتي ألو إيه قلت ألو قلت لك ربحتي لا ما قلت رجعي قولي قولي ألو كلودين! قولي ارجعي ألو! في عنا مشكلة بالإنترنت اليوم طبعا. كلودين! كلو... آه لا! بعدك معي كلودين قولي ألو! ألو! ربحتي يا كلودين! لنروح على التابلو بس. أي صورة بدك؟ يلا يا كلودين! بمتنبع. أي صورة؟ مبينة هلا علي الصورة هلا أبينو يلا يا كلودين شوية حماس من عندك يا كلودين ساعدنا انت يلا شو, شو بدي ساعدك كله بربحوكي بس في منهم بربحوكي 500 الف منهم بربحوكي 300 الف منهم بربحوكي 200 الف منهم بربحوك كلهم بربحوكي ثالث كله صوره يلا اي وحده ثالثه الثالثه تبع الهليكوبتر يعني م. اوكي يلا تبع الهليكوبتر لنشوف شو جايزتك يا كلودين كلودين زخور جايزتك 300 الف ليره يعني اول شيء امنت ال 150 الف صاروا بجيبتك هودي امنتيهم نصها نعم هلأ السؤال بقول لك عندك سؤال من قلب استوديو من هون اوكي من عندي ما في عنا فيديو السؤال بقول لك كيفك بالفوتبول انا اه يعني مش كثير يلا, يلا. رح نجرب نهين لك اياها بدنا نربح الكل نجرب قد ما فينا السؤال بيقول بالفوتبول بكاس العالم مين لا. احرز كاس العالم بالفوتبول لسنه 66 1966 الشباب شكلهم بيعرفوه لو كان يربح يا الالمان يا البرازيل صح بس في مره في مره ربح فريق اوروبي قوي ودائما قوي هو لا رح ال... احتمالات فرنسا المانيا او انجلترا انجلترا شو هالكلودين هيدي شباب انجلترا اجابه صحيحه حلوه منك يا كلودين روح 300 ألف ليرة صاروا لك في أحلى, أحلى منها بس هينتلك إياها مزبوط صح؟ ايه ايه مظبوط اوكي انت, أحسن أحسن إنت كلودين زخور ثانك يو لك ينعاد عليك أحسن كمان أحسن وعلى كل المشاهدين أحسن. ثانك يو بدي اقول كمان انه الاسبوع المقبل بنكون آه باول ايام شهر رمضان المبارك منشان هيك كمان رح يكون عندنا حلقه مليئه بالجوائز وبتكون اول حلقه خلال شهر رمضان المبارك فكونوا على الموعد ممكن ممكن يكون في تغيير بالتوقيت يعني بدل من الخمسه للسته ممكن يصير من السته للسبعه بعد مش اكيد اكيد بتتابعوني على الانستغرام ميشو دوت شو لتعرفوا تفاصيل ايضا اتصالات على 44 30 20 واتصال جديد وهيدي الو الو تفضل لعندي نشوف خليني نفوت لعندي الو ألو 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 بيروت من فضلك يا عيني اليوم كله صبايا على التليفونات مرحبا بونجور بوجورين شمسي عندك شو أخبارك؟ الحمد لله مين؟ تأس كتير كثير حلو <applause> الطقس كثير حلو مضبوط يعني شوبت اليوم على فكرة وأنا صح. لابس هيك بلشنا نشوب مين, مين معي؟ <applause> ريم 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 شو؟ <applause> ريم, ريم سرور ريم سرور ان شاء الله كل ايامك سرور وإيامك يا رب وإيامك انت، قولي الو الو شو بقلك؟ يو <applause> got ذا يا مان، اوكي، شو بقلك؟ ما عم بسمع اليوم ليه مش عم تسمعوني مضبوط صح؟ رجعي إيه. قولي الو ريم شو بقلك؟ كل واحد بيتصل فيي بالحلقه بس يقول الو ربحت ها هيدا العقيقي جاهز اه ربحت؟ ايه طبعاً ماشي <applause> 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 والله بكير <applause> اول مره <applause> عم تحض... ما عم بسمعك ما عم بسمعك ما عم إيه بعرف بعرف وفي عنا ديلي كمان لا لا قريب من اي منطقه قلتيلي عم تحكيني لا مش من الحزميه من من جديده من جديده اوكي قريبه على الحزميه ولوحدك <applause> ولا معك حدا عم يحضرك؟ <applause> لوحدك لوحدك قاعده ريم رخيتيها ريم سرور وعم تحضرينا وبدك تنقي صوره <applause> هلا اوكي؟ اي صوره بدك تنقي يا ريم؟ رح يطلعوا وراي على الشاشة أوكي هودي الصور اللي بدك تشوفيني وراي أي صورة بدك تنقي يا ريم أو يلا يا ريم أو يلا يا ريم عنا الطيارة والهليكوبتر طاروا شو؟ ما عم بقدر صورة تأخرت شوي عندي آه ما في ديلاي أوكي حلك في عنا ميشو بالإزاعة في عنا سوبرمان في عنا باتمان في عنا الساحر في عنا على البحر في عنا فوتبول في عنا كراتيه اوكي في عنا بوب كورن آه، سوبر مان سوبر مان فاز ريم تختار سوبر مان وبيطلع لك سوبر مان السؤال ب 400000 حلوين حلوين 400000 يعني هلا هل... ضمنتي 200000 صاروا بجيبتك هودي على اكيد اوكي بنروح على السؤال السؤال رح نفرجيكي هلا فيديو صغير حوالي ال 14 ثانية، اوكي؟ مراسلتنا مراسلتنا بدبي، لارا، رح تطرح عليكي سؤال أو تفرجينا شيء برجع بطرح أنا سؤال، اوكي؟ ركزي كتير منيح يا ريم و14 ثانية يا ريم بورتوا إلك. أوكي. أوكي. هاي، معكم لارا، وأنا هلا موجودة بدبي. سؤالي لكم هو التالي كم طابق فيه ببرج خليفة؟ شو يا لالا شفنا هيدا طبعا برج خليفة الشهير بدبي بالإمارات العربية المتحدة ومن وجهة عيدنا لكل طبعا اللي عم بيتابعونا بالإمارات فإذا سؤال على رام من وجهة تحية لارا ومن تانكيو على الفيديو من دبي كم طابق برج خليفة؟ في احتمالات في احتمالات هل هو 49 طابق أو 163 طابق او 305 طوابق أه... 163 163 طابق يا ريم اجابتك يا ريم صحيحه روحوا شباب ايوه عشوا ايوه ايوه هيدي انا الشاكي <applause> هيدي أيوة. انا الشاكي بحبها كثير طبعا تحيه للفنان حسين الجسمي وريم 400 الف ليره صاروا ثانك يو ثانك يو ثانك يو اهلا وسهلا فيك يا ريم اليوم كبس جوائز اول اتصال 400 الف ثاني اتصال 300 الف ثالث اتصال 400 الف وبنروح على اتصال جديد وهيدي الو الو mm الو الو مرحبا مرحبا مرحبتين يا هلا مين معي؟ بلال حيدر معك اهلا وسهلا فيك يا بلال تحيتنا لك عم بتتابعنا دائما ولا اول مره؟ علينا اول مره اول مره وليش كنت عم تعمل هيديك الجمعه واللي قبلها؟ ليه؟ ليه يا بلال؟ الله يعطيكم العافيه ونعاد عليكم يا رب بما انه ما حضرتنا هوديك الحلقات قول الو الو خسرت هوديك الحلقات هلا لا بهذيك الحلقات خسرت قول الو بهي الو شو لك ربحت ربحت يا بلال ربحت يا <تكلم> بلال ربحت يا بلال يلا بلال عم بتشوف الاسئله هلا نشوف ان شاء الله بيطلع لك سؤال هين هلا ابتداء من هلا بدي بلش خفف شوي المساعده اوكي خففها شوي يلا بنروح <تكلم> على <التبلوغ. تصال> التابلو الاتصال الثاني الاتصال اللي بعدك إيه؟ هلا بنشوف يمكن يطلع <applause> سؤالك هين شو بدك تنقي يا بلال اي صوره بدك يا بلال فوتبول فوتبول الف... اه فوتبول. بت... بت... يا لو طلع لك هلا كاس آه... كاس العالم 66 <applause> هيدي صوره الفوتبول نروح على السؤال يا صديقي يا بلال اه انت بلال باي منطقه ساكن؟ بصور بصور هلا بدي فرجيك فيديو بعيد شوي عن منطقتك بس اكيد بتكون مارق عليها اوكي؟ رح أوكي. نشوف فيديو 28 ثانيه ركز كتير منيح على كل شيء عم يمرق على الشاشه يعني قدر اي منطقه تطلع على الارمات تطلع على كل شيء و28 ثانيه يا بلال حيدر الك مشوا على السمع اوكي شفنا هالطريق هيدي طريق بيقصدوها كثير ناس طريق اي منطقه بلا بلا الحيدر من سامعك سامعك حبيبي اوكي فاذا شفنا هالطريق اللي ماشيين عليها هيدا الطريق باي منطقه هل هي اخر شوي اه مأخر. اوكي اوكي مزبوط انا مش عم بنطر الديلاي اليوم اليوم في عنا ديلاي قوي لانه الانترنت هلا مش الحال خلص الفيديو ايه خلص الفيديو مش الحال. اوكي، فيك تعرف اي منطقة بدون ما اعطيك احتمالات؟ جز جزين معقولة؟ عملك رح ارجع اعطيك احتمالات، اوكي؟ أنا ما سمعتك هلا لأنه لأنه إنترنت ما في. اوكي. اوكي. حبيبي القلب، مين مين معك عم يحضر؟ مدامتي مدامتو، مرحبا مدامتو. <applause> هاي شو؟ هاي مدامتو، شو أخبارك؟ <تصفيق> <تصفيق> يا بس هي قلت له اياها ضحكتك قلت اجوا المصريات <applause> صح؟ <تصفيق> يلا بلال هل هي جزين؟ هل هي هل هي حريصة؟ <applause> اه لك شو مأخر الصوت هلا وصل هاي نيشو لا نقعد لا لا لا, لا. اوكي او الضنية فأزن جزين او حريصة. طريق حريصة او ضنية شو بتقول شو يا بلال حريصة حريصة شباب اجابة صحيحة حلوة منك حلوة منك ومدامته بلال حيدر وما, عبي حيضر عبي وما مبروك لكم في أهيام منا، بس خلص هلأ بلال من هيدا التليفون اللي جاي من بعد بلال ما بقى فيه نهينا أوكي راح يطيروا الهدايا بعد نص ساعة أدار بحث ما قلت لي 75 ألف ليرة بلسع معا 300 ألف 300 الف. ألف ليرة بلال ثانك بلال نعد عليكم. علينا وعليك يا بلال شكرا لاتصالك وتابعنا اسبوع الجاي مش انه خلص هلا ربحت خلصنا اكيد اكيد نعد عليك حبيبي شكرا شكرا اذا ليك بتقبضها للجائزه بعد الحلقه اللي جاي لانه بدنا نسمع لك شو ما راقب الحلقه اللي بعدها <applause> بلا الحيدر شكرا لك واهلا وسهلا فيك وتحيه لكل اهل صور اللي عم بتابعونا الحلو يعني التشكيل اللي عم نعملها بالمناطق اللبنانيه وبتمنى نأخذ من الشمال من الجنوب من جبل لبنان من بيروت من كل المناطق ونروح على اتصال جديد بس اليوم مثل ما عم بتشوفوا في عنا شوية هيك ديلاي بالانترنت على كل اتصال جديد وهيدي الو ألو ربحت حلو <applause> حلو عجبتك <تصفيق> حلو هيني <applause> اوكي يلا باي باي <applause> خلص لا اسم ولا شيء الو ربحت باي وال... والله حلو فكره بركي جمعة الجاي اسبوع الجاي بما انه رح تكون اول حلقه بشهر رمضان المبارك بركي بعملها هيك الو باي ربحت باي باي ما حدا بيربح بالاخر لا لا بدنا نعمل جمعه الجبركه بمناسبه بدايه الشهر الفضيل نعمل اتصالات كثيره وبالختام نسحب القرعه بخبركم جمعه الجبركه خلينا على الجمعه هلا قلت الو الو قول بعد مره الو خسرت يلا باي حبيت حبيت حتى بالنبرة ايه مظبوط 100 الاسم الكريم جاد ابي حيدر اهلا وسهلا فيك يا جاد من اي منطقه يا جاد؟ عم بحكيك من الرابيه من الرابيه جاد رواق قاعد بالبيت رخية عم تحضرنا على الانترنت انت ومي عم تحضرنا يا جاد لحالك لحالك ليه لحالك ليه كله بالشغل كله بالشغل ما هو التوقيت كمان في كثير بالشغل صح طيب هيك. جاد بما انه لحالك ناخد وقتنا انا شو بك اي صوره اي صوره أي. انت ما ما في شغل انت نعم هلا ما في شغل هلا ما في شغل اوكي تفضل <applause> عندي جاد هودي الصورة رح يطلعوا قدامك على الشاشه اوكي طارت الطياره طارت الهليكوبتر وطار الفوتبول، شو بدك تنقي يا جد؟ يلا اعطيني شوية وقت كرمال الديلاي بس صح خود معك ثلاث ارباع الساعة قاعدين، ما في شي لا يا <تصفيق> لا <تصفيق> 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 جد قد ايه عمرك جد؟ عمري 36 سنة 36 سنة يعني أكبر مني تقريباً بشي سبع سنين 100% <applause> هيدي هي كنت تحضرني انت وصغير بس انه انا كنت احضرك انا وصغير بلا ما <applause> على فكره هيدي قصه انه كنت احضرك انا وصغير بيجيني مثلا وعد عرفت؟ مثلا الحقيقي لك الحقيقي قبل الحقيقة مثلا انت انا ميشو مثلا بلتقى بشي واحد بيجي ميشو حبيب القلب بكون هيك طويل هلا هو واقف ميشو عرفت؟ بقول انا كنت احضرك انا وصغير طلع <applause> <applause> انه شو بدك بالشغله اذا انت وصغير كنت تحضرني هلا شو على كبر يلا جد شو اول لحظه شوي قال له لميشيل عايق جاد بيسلم عليك وبيعرف مين اه اللي هي بتعرفه لجاد بتعرفه اه اه, آه. لحظه اذا بتعرفه لجاد اذا بتعرفه للعقيقي ما في وصايت خلص باي لا طيب يلا باي <applause> ممنوع نحن لازم اللي بيتلفن ما يعرف حدا بالاستوديو اه طيب طيب <تصفيق> 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 جاد. جاد جاد انت موسيقي او لا؟ انا موسيقي مس آه. من هيك بدي نقي الجيتار كنت ليك شو رح تعمل مش رح تنقي شيء <applause> مش رح تنقي شيء اللي رح تعمله هلا بدك تغني لنا شيء وتربح لا لا, لا. ما في خلص ما في انت <applause> وقعت حالك غني شيء بدون سؤال لا في ديو ولا سؤال شفاهي وبتربح بس بدنا غنيه غنيه مش انه اول طيب هي. بس, انا بغني بالاجنبي والكادو بما بالأجنب. انه ما سحبنا بالقرعه رح نعمل الكادو 350000 ان بتوين أوكي 350 ألف حلوين إذا خبصت بالكلمات بتربح نصهم آه شاطر طيب جاهد تفضل كلنا سمع طيب بس بالأجنبي أنا أصنع بالأجنبي بالأجنبي يا اخي بالأجنبي شو؟ طيب شو؟ يلا هيا كرمالك شو يلا؟ كرمالي ولا كرمال she lovely she wonderful she precious less than one minute Because I never thought that this could be oh. making one as lovely as she. Isn't she lovely? Yes, man! Yes, جاد! Give me five, man! Give me five! قرب <applause> <applause> يوغي، اعطيني ايدك يوغي يوغي يوغي. وهيدي فايف! بس جاد! لحظة أنا حبيت! بدنا نسمع بعد! <applause> <applause> بدنا نسمع بعد! هيدي هلا حل... مع هذا البوز على الحيط هيك! هذا فوز <applause> يا يلا جد سمعنا شيء بالعربي بالعربي <applause> اف شو شو اف شو على اساس انت من الارجنتين يعني شو <applause> انا لا <بالعربة>. آه <تصفيق> <تصفيق> إنو آه بالعربي اه سوري انه اه بالعربي اه بالعربي يلا شيء بالعربي طب يلا بس اساله لالي هي ما صارت هيدي بده تشوف لخليها تصير خليها تصير اوكي يلا روح بس يلا لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي قوله بدي قلك علي بقلبي ويقولوا شو ما يقولوا لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي إيه قوله أه بدي قلك علي بقلبي ويقولوا شو ما يقولوا الله الله شو هذا يا جاد شو نحنا يعني عنا متصلين زوما واهب قوية هلا بما انه جاد انت صديقه للعقيق بتعرفه اوكي وموسيقي بدنا نعمل اجتماع مع الشباب نشوف اذا بنربحك او لا شباب اجتماع صغير يلا أو اه اوكي عم بقول سوري <applause> جد ثانك يو لك ثانك يو لاتصالك وثانك يو لهالصوت الحلو بالانجليزي وبالعربي بما انه ما سحبنا ولا نقينا التابلو قلت لك 350 الف ليره اوكي؟ هلا بدك هلا بدك تقولها معي غنائيا الك 350 الف ليره إيه الك أل... <applause> حبيت حبيت عيدها 350 الف ليره الك إيه طيب <applause> جاد ثانك يو لك وهيك حلو هيك الاتصالات تكون يتجاوبوا معنا ونلعب نحن وياهم ومبروك لك يا جاد الجوائز بنبعث لك اياهم مع الي اذا بتعرفوا <applause> ولا لا يلا اتصال جديد كمان الو 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 الو, ألو ربحت قولي الو يو got ذا جروف يا الو عم بسمعك تفضلي مدام كمان الو <أهلا> بونجور بونجورين كيف الصحة؟ أهم... الحمد لله ايه تفضلي عم تسأليني شي كنت حسيت بدك تقولي لي حسيت بدك تقولي لي على السمع؟ اهلا وسهلا سنترال صوت بيروت انترناشونال تفضلي ايه ميرسي اهلا وسهلا مين معي؟ لك اذا صعب الاتصال ابعثي لي اياها ايميل او واتساب فلك عم بيقولوا لي اسمك فلك ملك ملك م... هيدي ايه. ما بدي... بال ما بال ما بال ما بال انه قال شو بدها تغادرنا قريبا قامت تبلش تخبص بالاسماء بدها تفل بدها تترك ايه. بعدنا مبلشين لا لا هفوا لا حد على الرف ملك مش فلك قلت لي اسمها ايه. ايه ملك اهلا وسهلا بملك من وين يا ملك وملك شو العيله ايه من سن الفيل سلطان ملك سلطان حلو الاسم ملك وسلطان ايه يعني باقي بس الامبراطور إيه, <applause> ايه البابا البابا شو اسمه البابا اسمه محمد اه ملك محمد سلطان سلطان اوكي يلا كنا نحن قايلين بركي مثلا امبراطور امير كذا هيك إيه. إيه. كنت ربحت غيرك كنت ايه اه اصلا قلتي الو نسيت انا قالت الو دخلت؟ ما قالت انا ما قلتي الو ايه الو ربحت ربحت أه؟ ملك محمد سلطان ربحتي لنروح على الصور اوكي مع... يا, ملك يلا بنشوف سوا الصور اي صوره بدك تنقي يا ملك لا يطلعوا قدامك على الشاشه بس يمكن كمان فيها اه بينوا الهليكوبتر راحت الطياره راحت والفوتبول راح وفي عنا جاد اللي اتصل قبل ما انا صورة لأنه غنى بدك تغني؟ لا انا كلها غنى لا لا. <applause> لا لا غنى لا امبلا لا لا ما بدي. بزت... <applause> غني غني لا غنى غنى <applause> لا 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 صوره لا 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 تغني عم بمزح <applause> 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 اوكي اي يلا سوبرمان يا ملك يلا أه اخذوها شو بعد في؟ ايه ايه اخذوها سوبرمان آه ما هيك؟ اه صاروا اربعة منقيين اوكي، بعد في باتمان في ميشو بالاذاعة في اوكي باتمان باتمان يلا باتمان بات ميشو منيحة هيدي اوكي آه جيستك عم نلعب على 300 ألف ليرة اوكي؟ اوكي 300 ألف ليرة بدي اياك تركزي هلا رح نشوف فيديو وقته 25 ثانية في قطار سريع، اوكي؟ بفرنسا، بروح من فرنسا على عدة دول، على سويسرا، على ألمانيا وغيرها، اسمه في أوكي؟, اوكي؟ هو بيوصل 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 باريس بلوزان بسويسرا، رح نشوف سوا هالفيديو، والسؤال بيجي من بعده، اوكي؟ يلا، 25 ثانية إلك. مالك سلطان شفنا هالفيديو المأخوذ من داخل التجافي هالقطار السريع وتحياتنا طبعا لمراسلة ميشو على السمع بفرنسا كريستال أزي ودنايي فلورنس، وبيان دنايا معنا بالصورة والسؤال بيقول أوكي مالك معي سؤال أيه بيقول لك قد بتستغرق وقت الرحلة من باريس للوزان مالك سلطان شفنا هيدا صوت أوكي قد بتستغرق وقت الرحلة من باريس للوزان بالتجفيف. اوكي وهو قطار سريع شان اوكي رح احتمالات اوكي رح احتمالات هل بياخذ نص ساعة؟ اوكي أو ثلاث ساعات و واربعين دقيقة أو 24 ساعه وعشر ثواني <applause> <applause> اه ما عليك فكري فيها احسبيها لأنه مش رح بقى خلص مساعدة خلصنا اليوم آه دوري مساعد خلصت كل واحد على دوره ما ها هي مساعدة عمل لك قطار سريع بس مش انه يعني صاروخ انه مش نص ساعه امم اوكي هل نص ساعه هل ثلاث ساعات و41 دقيقه او اربع ساعات و41 خلصت هيدي هي يا ملك ثلاث ساعات و41 دقيقه بين فرنسا ولوزان اجابه صحيحه حلوه منك حلوه منك يا ملك لك 300000 ليره صاروا لك حلوين ميرسي وهي انت اياها ايه ايه كثير اوكي ثانك يو لك ملك سلطان وتابعينا بالاسابيع المقبله ايضا ميشو على السمع كمان مثل ما بتعرفوا انه بحلقاتنا عم بيكون معنا عائلات عايشه خارج لبنان وابتداء من الاسبوع المقبل رح نفتحها ايضا لبعض العائلات العايشه بلبنان يلي حابين يشاركوا معنا عبر تطبيق الويبكس بيكونوا معنا على الكاميرا اليوم معنا من كندا شو عم تعملي بكندا؟ معنا جمانة مثلاً الخير جمانة أو بونجور هلا بعدك وعي من النوم بكندا صح؟ ايه بونجور هلا وسهلا فيك لوحدك؟ قلتيني معك العيلة لولا.. الأولاد بالمدرسة شو بل... واعطيهم أوف في 300 400 ألف ليرة بدها خليني فرصة وبلا مدرسة اليوم ما كانوا أخذين سبرينغ بريك سو استرجعوا اه أوكي طيب وحدك ولا جوزك معك ولا؟ ولا لا كمان هو على العمل على الشغل شو شو وين العائلة؟ وين العائلة يا جمانة؟ نحن نحن ما اتفقنا هيك يا جمانة، جمانة شو العائلة؟ <applause> لبعلبكي لبعلبكي اهلا وسهلا فيك يا جمانة وتحيتنا لكل الجالية اللبنانية بكندا، وين تحديدا بس بس. بكندا؟ بموريال بأونتاريو بي... ب بالكبك بكالجري البرتا بألبرتا؟ اه حد بيتي يعني؟ ايه يعني البرتا فشخة سيعة. انا انا هون بجوني ماشي يعني عملية كذا ساعة بالطيارة يعني اوكي إيه. جمانة بما انه لوحدك والعائله مش معك كنا ما نلعب نحن وياكم رح نلعب بس مع جمانة اوكي لمين بتحبي توجه تحياتك لاهلك بلبنان اشتقتي ما اشتقتيلن أمتي امتين اخر مره على لبنان اكيد بوجه تحيه لاهلي واخواتي ولكل اصدقائي ولكم كمان و اللي من 2016 ما رحت من الـ 2016 بعدك بقى ما جيت ولا مره على لبنان ان شاء الله لا. بس تجي على لبنان تحل تحلحله المشاكل والملفات والحكومه والمصريات والوضع يعني شو بدي اخبرك يا جماعه، على كل بدنا نجرب دائما هيك نضل نتامل ونضل نزرع البسمه على وجوهنا ونضل هيك يعني يستفيدوا الناس من برامجنا كمان وبدي اقول لك جوانا اذا ربحت اليوم انت معنا حدا من لبنان بدك تسلمي الجائزة اوكي حدا من عائلتك حدا من قرايبينك حدا بتعرفي اوكي جوانا رح نروح على الصور وننقي صوره من الصور المتبقيه معنا بالتابلو اي صوره بدك يا جمانة من البرتا تلجي عندكم بالبرتا يلا يلا الوردي ما ميشو يلا اه الوردي ما عم اوكي بنقي فاذا صورة الوردة الوردة يا جمانة بعلبكي اه سؤال شفهي بذكرك بلبنان سؤال من عندي ما في لا فيديو ولا شيء وكثير هين بدك تقولي كلمه واحده بدك تقولي كلمه واحده اوكي يا بتعرف الامثال اللبنانيه يا شوي اوكي في مثل لبناني بيقول بدك تقولي اخر كلمه على الوعد يا كم على الوعد ايه ايه قلت كموني كموني عمالك على الوعد شيل شيل الكسره بالاخر التاء بالاخر الوعد يا كمون ايوه عالوعد يا كمون خلص اربحت <applause> <سؤال> <سؤال> ايوه ايوه في ايامنا يا جمانه وووووووووو <هوه> عالوعد <على> يا كمون يا جمانه جمانه بعدها من كندا <applause> جمانة بعلمك 350 ألف ليرة صاروا من نصيبك من قالك مبروك لك وأكيد حدا من العيلة أو حدا من القرايب بده يستلمهم بتتواصل أنت وما بال معنا بالبرنامج وأكيد بيجوا بيستلموها فمبروك لك جمانة ومنوجه تحية لكل الجالية اللبنانية بكندا ولكل اللي بنعرفهم واللي ما بنعرفهم بكندا وإن شاء الله بترجعوا بتزوروا لبنان قريباً. بتحبي تقولي شيء ختاماً؟ شكرا كثير لانكم استقبلتوني بالبرنامج وشكرا لك انه بعثتي رساله مثلك مثل غير عائلات طبعا من خارج لبنان وحابين يشاركوا معنا من امريكا من الامارات مثل ما شاركوا معنا بالحلقات الماضيه وايضا في عنا الاسبوع المقبل مبدئيا كمان رح نجرب ناخذ اكثر عائلات حتى من داخل لبنان لانه عم يوصلنا انه خيي بس من برات لبنان كمان من داخل لبنان رح يمرق معنا مكملين احنا وياكم يلا اتصال كمان وتيكوا يو بعلبكه من كندا وهيدا اتصال و... الو 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 بونجور الو بونجورين نعيم ميشيل لا والله فوزي <تصفيق> <تصفيق> لا عسان تغير اسمك مين ما ما تقول لي توني كيفن كيفن معلوف كيفن هلا كيفن معلوف شو اخبارك يا كيفن؟ الحمد لله من وين عم تحكي لي يا كيفن؟ من زوق مصبح من زوق جاري ايه جاري بالبرتا عن جمانه والله اه. ايه ايه <applause> انا بكفن انت مين عم بتتبعنا اه انا والعائلة وين العائلة مرحبا العائلة مرحبا يا عائلة قولوا له ايه مرحبا هلا <applause> هلا بالشباب عايز عم تحضروني على التليفون ولا على اللابتوب ولا على التي لا على التليفون يا غالي على التليفون يا غالي حلوة هيدي يا, يا غالي ايه. طيب يا غالي روح <applause> يا كيفن خي خي الاصلي صديقي الوحيد اوكي كيفن بدنا نروح على الصورة اوكي على الصورة على يعني. فكرة قال الو؟ الو قلت شو اه ثلاث مضبوط الو 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 ربحت <applause> ربحت 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 هلا قد ربحت بدنا نروح على الصوره يلا يلا عليهم يا كيفن بنشوف اي صوره بدك تنقي يا كيفن كيفن شو قلت لي العيله مقصود معلوف معلوف كيفن معلوف اي صوره بدك تنقي عندنا سوبرمان باتمان فوتبول الطياره الهليكوبتر والورده طاروا طاروا <applause> شو بدك إيه. ليش شايفهم قدامك زال عم بتبعني <applause> <applause> الجيتار الجيتار <applause> الي بدي عزبك تعطيها الجيتار من عندك <تصحين> اوكي <دتعب dunno> <خ ث>, فرجينا اياها الجيتار تاخد هذا الجيتار على فكره بيسوى اكثر من الجايزه اه معلقه خلص ما عندي نفك هلا أو ونعمل اوكي أه وينك؟ هون ايوه حلو الجيتار تاخده؟ يلا مشوا بالجيتار لنشوف شو هي جيزتك يا كيفن، كيفن شو عندك اخوة؟ عندي خي شو اسمه؟ كريستوفر كريستوفر كيفن <تصحين> وكريستوفر <البيت>? ثانك يو الي فاذا لنشوف شو هو سؤالك وشو هي الج 400 الف جايزتك يا كيفن واو. حلوه اذا جاوبت صح اه يلا عني واذا طيب. ما جاوبت صح اذا خسرت بتربح 200 الف عك الحير ربحانين معك حبيب القلب كيفن السؤال رح نشوف فيديو 24 ثانية لشط بحر، اوكي؟ نعم هيدا الشط السؤال بيجي بقلب الفيديو، 24 ثانية يا كيفن هيدا الصوت اللي عم تسمعوه هو صوت المشي على البحث على شط البحر اللي عم بتشوفوه قدامكم السؤال بيقول هيدا شط البحر بأي منطقة موجود بصيدا جنوب لبنان بالضمور الشوف أو المعاملتين كسروان نعمل تانك سروان <تصفيق> دغري ما <applause> حد بيتك قريب بتكون 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 بتمرق من هونيك دائما ايه ايوه كان بدي اعطيك احتمالات بس احتمالات بناها 400000 كيفن مشكور أنا حلوين حلوين روح جد ايوه للهوا هيك شباب على خط بحر الهوا هوا هوا الله يا يعني عم شو هالشباب هودي؟ ما فيك يعني اي كلمه بقول بق بيطلعوا بغنيه عنا عصفور <applause> 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 كمان بعدك معي ولا خلاص كمان راح فاذا اجابته صحيحه 400 الف ليره يا كيفن بنقول لك الف مبروك لك اكيد اللي عم يربحوا معنا لاستلام لا الجوائز بتتصل فيكم ما وبتحدد لكم يوم استلام الجوائز وطبعا بتحول يوم وما تركتنا مثل ما بتعرفوا يعني ما لحقنا نبلش احنا وياها رح بس رح تكمل الشهر معنا بتصور رح تكمل ما ولا لا رح تكمل الشهر ورح نقنعها تضل ورح نقنعها تضل معنا كمان اوكي رح نروح بعد اتصال اخر اتصالين بحلقه اليوم اخر اتصالين يلا الو 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 عم بسمعي بس عم بتسلى انا وياك الو بوسوان الو مين معي كارمن معك كارمن كيفك من شو الحمد لله انت كيف كارمن 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 يس صح من وين يا كارمن كارمن شو العيله كارمن يوسف كارمن يوسف من من صفره من الصفرة أهلا وسهلا بكارمن يوسف عم تحضرينا على التليفون على اللابتوب على التيفي على السينما التليفون اسرع على <applause> 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 التليفون <أه> اوكي يلا نحن هون بدي اقول شغله كمان يلي عم يتابعوني فيكم تابعوني على ميشو دوت شو انستغرام الخاص فيي اليوم طالع لايف عندي كمان آه. ولكل يلي حابين يشاركوا معنا بالحلقات المقبله عبر الفيديو مثل ما شفنا مع جومانا بالوابكس يمكن معنا عائله كمان من داخل لبنان اليوم تبعتوا لي رساله على الانبوكس الخاص بميشو دوت شو وطبعا نتواصل إحنا وياكم يلا كارمن شو بدك تنقي اي صوره لانه الوقت عم بده يهمنا كارمن شو بدك يلا بس تبين الصوره يلا لا صورة عندك هلا بيبعث لك اياها جورج خليل بدي اتش ال على السريع جورج بتعطيها هالتابلو بدي اعزبك آه شو هلا ابو جريج هيدا يلا يلا ستو. شو تنقي؟ آه شو بعد باقي؟ بعد ما بدك الصورة باقي اه لانه عدي <applause> عندك مشوا بالاذاعة مشوا بالسيارة مشوا مع البوب كورن مشوا قدام السيارة مشوا الساحر آه على البحر كرتة شو هي؟ مع البوب مع البوب كورن على فكره اول مره بنقوها بعد لهلا ولا مره نقوها باول حلقه هالمره بتتنقى من كارمن كارمن جيستك قيمتها 300 الف ليره اوكي بس انت ضمنت ال150 على الاقل اوكي هيدي اول شيء شبقت 150 الف بعد في 150 الف بالجيب الثاني يا من ناولك يا هون يا لا السؤال بيقلك اوكي كمان سؤال من عندي ما في فيديو السؤال بيقلك لك شو اكبر دوله بامريكا الجنوبيه لا. أكبر دولة؟ خلص يوغي ربح. <applause> أكبر دولة بأمريكا الجنوبية. هيني. أمريكا الجنوبية برازيل. بحط لك الخريطة قدامك، أيوة، في عندك برازيل، أرجنتين، أوروغواي بيرو، بيرو. بيرو. <applause> لا مثلاً، تشيلي. فإذاً أكبر دولة، أكبر دولة، الشباب كلهم عم بيجاوبوا صح. رح نوزع 300 ألف على الشباب. بيطلعوا كل واحد 20 20. أوكي، قد شو هي؟

<applause> شكرا لك يا كارمن وينعاد عليك كمان مشاهدينا بدي اخبركم انه ابتداء من الاسبوع المقبل رح نبدا مع شهر رمضان المبارك بحلقات سبيسيال خاصه بشهر رمضان المبارك وان شاء الله بكونوا الجوائز حرزانين اكثر واكثر لهون بنكون صرنا ختام حلقتنا اليوم طبعا بدي اتشكر كل فريق العمل جورج خليل المخرج ما بالي اللي بدها تتركنا بس رح تبقى معنا لاخر الشهر شباب جميعا يعطيكم الف عافيه الفرقه الموسيقيه اللي عم يرافقونا دائما الاسبوع المقبل فاذا رح نكون معكم على الموعد بنفس الوقت مبدئيا ثلاثه من الخمسة 5 للساعة 6 مباشرة على رقم التليفون 04 44 30 20 ودائما تذكروا انه بهالبرنامج بدنا نجرب نرجع البسمه والفرحه وشوية جوائز للي بيحبوا يشاركوا معنا شكرا للجميع وإلى اللقاء الأخوة المقبل نيجوا دايما على السمع.